بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا من نعم الله تعالى على عباده فسح المجال أمام المذنبين والغافلين للعودة إلى الصراط المستقيم والتوبة عن مجانبة الحق وإتاحة الفرصة للمراجعة والتصويب على مستوى الفكر والسلوك والتخلص من أوضار الماضي ونزغات الشيطان والعزم على استئناف الدخول في الطريق المستقيم حتى لا يسقط الإنسان بسبب اليأس والقنوط ويقع ضحية الإحباط. شهر رمضان هو مدرسة إيمانية تسقل الروح وتنقي النفوس، وشهر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب. وشهر يمنح المسلمين القدرة على التوبة والمراجعة والبكاء من خشية الله تعالى. هو فرصة يهيئ المناخ المناسبة لنمو الخير وهزيمة الشر، يهب للمسلمين والمسلمات الاطمئنان وسكينة النفس والاستجابة للنداء الخالد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وشهر القرآن بامتياز، فيه بدأ نزول القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي جعله الله دستورا لحياة المسلمين في دينهم ودنياهم، هذا القرآن الذي كان يتدبره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفكرون في آيته. هذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بلال يحضر في حلبة سباق الخيل في المدينة المنورة، وإذا به يأتي أحد الصحابة يأتي متأخرا، فيريد أن يعرف من سبق من الخيل. سأل بلال: يا بلال من سبق؟ قال بلال مجيبا الرجل: سبق المقربون. قال الرجل: يا بلال أنا أسألك عن الخيل من سبق فيها؟ قال بلال: وأنا أدلك على الخير، أو ما سمعت قول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وهذا جبير بن مطعم جاء إلى المدينة ليخلص سبايا مكة من يد المسلمين ومن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا زال مشركا. دخل المدينة قبيل المغرب فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنه في المسجد. جاء إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي بالناس صلاة المغرب ويقرأ في ركعته الأولى بعد الفاتحة بسورة والطور، ووقف الرجل المشرك اللي هو بجبير بن مطعم، وقف يستمع إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قول الله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه. فليأت مستمعهم بسلطان مبين. وجبير
يتتبع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أنهى عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب وقع الحوار بينه وبين جبير، ثم أعلن هذا الرجل أعلن إسلامه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سماعه لهذه الآيات من سورة الطور. هذا القرآن الكريم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن مأدوبة الله فاقبلوا على مأدوبته ما استطعتم، إنه مأدوبة الله للناس جميعا لمن أراد أن يعود إلى ربه وإلى الدخول في صراط الله المستقيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يبعث أقواما كانوا يبصرون في الدنيا ويبعثهم في الآخرة غير مبصرين. يقولون قالوا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الإنسان يوجه السؤال إلى الله، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فرمضان هو فرصة للعودة إلى الله سبحانه وتعالى، فرصة للإقبال على قراءة كتاب الله عز وجل بتفكر وتبذر وتدبر لعل الله سبحانه وتعالى يبدل عسرنا يسرا ويرفع عنا هذا البلاء ويجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.